لاباس عليكم، انتم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راني فرحانه ناشطه، طلع لي النشاط اليوم البنات، جيتكم بواحد الفيديو اللي هو 5 5، واحد الفيديو اللي هو عظيم جدا. هذا الفيديو شنو هو؟ هو غنبدا نجمع رحيلي اليوم البنات، غنبدا نجمع رحيلي. ايوا هالكراطنه العيالات، ايوا هالكراطنه العيالات. المهم غزالات ديالي غنبدا نجمع الرحيل، غنبدا بالماريو ديال بنتي، لان علاش غنبدا غير بواحد الجهه ديال التعلاق وداك الشيء، والجهه الاخرى غنخليها لها حتى نهار الحد، لان نهار السبت عندنا اوكيبي ان شاء الله، عندنا واحد العراضه. ونهار نهار الحد درت معها باش تجلس وتجبد الماريو ديالها كامل، وتحيد داكشي اللي ما كتلبسوش، داكشي اللي صغار عليها، صافي. وطول الحويجه ديرهم في الكرتونه ديالها، انا غنطولها غير واحد الجهه من الماريو ان شاء الله. عاوتاني بيد من فق راجلي، راه ناعس في البيت، راكم عارفين خدمته عنده نهار المقلوب. وعاد ديك الساعه البنات غندخل عاوتاني البيت وغنجمع، وما كاين غير لاطاك وما كاين غير الخدمه، والدمير خصو يكون كيلفو وكيدراع، تبارك الله ما شاء الله علينا. المهم البنات خليكم معايا، انا غادي نبدا الجميع راه برا الشيشان. الغزاله ديالي انتما كيف ما كتشوفوا راني فرحانه وكنغني بلا ماسك بحال ديك الهبيله اطرش في الزبه. المهم انتما كما كتشوفوا معايا انا كنجمع وكملي معايا. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا درت الجاكيطات بعدا ديال بنتي وشي وحدين ديال راجلي. شتو شحال عندها من الجاكيطه، واش وليداتكم كلهم بحالكم بحال بنتي؟ البنات عندها الجاكيطات حتى لهنا، والجيليات والجاكيطات ديال الجلد، وهي منين تلصق شي جاكيطه كتبقى لاصقه ليا فيها. المهم الغزالات ما عليناش، هذا ماشي موضوعنا. المهم البنات انا باغا ندير واحد النظام باش ما تكونش عندي الروينه، باش ما نطيحش بحال اللي طحت في المشكل ملي كنت جيت هنايا ورحلت. غندير هذه ديال الجاكيطات، خاصه بالجاكيطات، وغنكتب عليها السميه وغنخليها وغنبدا عاوتاني في كارطونه اخرى. المهم البنات هنايا كاين شي تكشكيش، كاين شي تخربيق، كتعرفوا الماريوات شي مرات كيجمعوا شي حوايج كاع ما ليهم الفايده. المهم هادشي كله غنهبطوه هنا، كاين شي حوايج كاع ما كيجيوها كاع يتحيدوا يطرماو عليا، ولا نشوف فين غنديرهم. المهم نحيدهم عليا، ما كاينش هنا لما تعطي الحمد لله كلشي هنا بخير وكلشي برزقه وكلشي عنده. وباش مثلا تجي تصيفطي للمغرب كتصيفطيهم بالزباله الفلوس، اللهم تعطيه بنادم تما تصدقي عليه ويشريه من راسو. المهم البنات اش غنقول لكم، واحد الروينه انا راه كنحيد هادشي. هو الحمد لله دابا انا شنو كنقول راه الرحيل راه دغيا غادي الرحيل، لان ما غنديش معايا الاتات. كنقول راه دغيا غادي الرحال، دغيا غادي نجمع. ما نعرف واش انا دابا كنبرد على خاطري وكنقول صافي انا خويت واحد الجهه، كنقول صافي انا خويت انا قادي والله ما عرفت البنات اش كنبرد على خاطري. المهم هذا هو ستيلو البنات اللي غنكتب به، غنكتب به السميات وداك الشيء. صافي دابا غنجلس البنات الارض، غنحيد داك الشيء اللي باين لان جايها صغير، فواحد سميتو كانوا قوه تريكوات العوم وقوه التخربيق. غنجلس انا هنا البنات في الارض، هاد الكرتون غنحطها نديرها ليه باش داكشي غننظمو، غندير واحد النظام زوين اللي حتى نتوما تعتمدوا عليه ان شاء الله في الرحيل. المهم الغزالات خليتكم البنات جلست، المهم اللي غتبقى تهضر لي على يديا وعلى هذا سميتو البنات، راه ما شريتش انا دوك اللعيبات، باقا ما شريتش حوايج الصيف، باقا ما شريتش سميتو حنا، حيت عارفه كاين بعض الناس اللي كتقول لك زعما كنصيحه، باقي ما شريتش البنات هذوك الجيليات، باقي ما تكسيت، باقي ما خديتش داكشي. راكم عارفين انا ما بين ليله وضحاها درت الحجاب، يعني باقي ما عنديش الماتيريال. المهم الغزالات كيف ما غنقول لكم، انا دابا غدا الشروات كتقولي واحد الراس باش يشدي واحد البريكه وشري في بهم العافيه. المهم كاينين بحال هاد القنيضرات هادو، مثلا بحال هادي ما غتجيش دابا حتى لبنتي انايا، بحال دابا هاد القندوره هادي كانت خداتها ليها ماما من المغرب، ها هي دابا هادي انا ما عرفتش هادي يمكن تجي النور يمكن ما تجيهاش. المهم غنشوفوا هادي قندوره حتى هي اخرى، ها هي البنات. المهم غنحيدها هنا على جنب، كاع داكشي اللي ما يجيهاش غادي نديرو في ميكا وغادي نجيبو برا. الحاجه اللي ما تصلحش من بنادم ما يبقاش يعرم عليه ويكركر وهذا، صافي حاجه ما تصلحش ما تبقايش شادها عندك وخازنه عندك، صافي الزباله. هذا بهاد السوفيت ما هي راه صغيره عليها، هاد غارقه في الشرويط كاين شي حوايج زعما لا العظيم سبحان الله ليا ما البنات كطير. هاد الحوايج كنت شريتهم لبنتي قبل ما تجي كورونا، كانت عندها 7 سنين 8 سنين. شوفوا الايام كطير والله، كنت خديتهم لها انا عاقله هانتوما 7 سنين 8 سنين حتى هي. دابا نقول لها ديرها، والله لا دارت، تقول لك انا ندير هذا، انت راه شرفات تبارك الله 12 عام.
ايه يا ليام، ايه باش بنادم يدير الخير ويسدك الدلقوش، والله يدير الخير ويسد فمو. راه الايام وتسير، الايام كطير، عرفتي انا كنجبد الحوايج وكنبقى نشوف كنقول هادشي يلا شريته، هادشي يلا خديته، كي دار باش عرفوا الايام الدنيا غداره. بنادم الا لقى ما يدير الخير يدير، الا ما الا لقى ما يسكت يسد فمو، ما يطيحش الباطل على عباد الله، يسكت يسد فمو. بنادم الحاجه الوحيده اللي يدير يسد فمو ويدخل سوق راسه. هادشي اللي كاين البنات، الله لقيتوني زعما الصراحه رجعت بيا الذاكره للوراء. شوفوا اللباس ديال بنتي فاش كانت عندها 7 سنين 8 سنين، كانوا محشيين الفوق وداكشي بقى تما. ايوا الحاجه اللي ما تنفعش الزباله البنات، الحاجه اللي ما تنفعش بوزبال، ما تربوش عليها الكبده. صافي حاجه صغار تلبسوا فيها واخا غمر جوج، الله يجعل البركه. بنادم كيبقى يعمر داك الماري، يعمر يا ما تعمر، عمر يا ما تعمر، والحاجه بنادم صغارت عليه هو باقي مخبيها وكيبقى مخبيها حتى كترشد كيدوز الموديل ديالها. كيلاش حاجه ديال النفع تبقى حاجه ديال الزباله، الزباله الشرويط حنا ديما كنشريوها البنات. وصالات هانتوما هاد الكرتونه هادي، صافي راه حنا سديناها، درت فيها غير الجاكيطات، كتبات هنا فيها بنتي هنايا هاد الله يسهل، لان فيها الجاكيطات ديالها وديال باباها. صافي دابا غادي نجمعوا البنات، غنجمع الكرتونه. هذا هو النظام اللي خاص يكون. في الصراحه حنا كنا كنديروا كاملين واحد الغلط اللي هو كبير، كنا غير كنشدوا كنخشيو، الغلط اللي كنا كنديروا غير حشي في الميكات، حشي في الصنادق، حشي في هذا. دابا شنو قلت نديرهم هنا وندير عليهم سميات ونتهن الحمد لله، ونتهنى البنات ويجيك الرحيل ساهل. وبحال مثلا منين يكونوا ان شاء الله الناموسيات وداكشي، كل كرتونه غتدخل لبلاصتها حدا الماريو ديالها فين غادي تصايب، ما كيبقاوش مثلا في الميكات حاجه تكون ديال الزبل، ما كتعرفي ديال هذا من ديال هذا، وداكشي كيتخربق وبنادم كيبقى يقلب على حاجه. صافي البنات احنا كيف ما كتشوفوا احنا دابا كنسدوا الصندوقه مزيان باش ما تحلش، سدوا عاودوا ديروا السكوتش وعاودوا ديروا وصافي، وكتبنا عليه داكشي اللي كاين اللي دارت بنتي وصافي. داكشي اللي البنات ها هي هذه دابا سديناها، غنحطوها هنا. دابا غنمونطي وحده غادي اللي غادي تصايب فيها بنتي حوايجها، وهذا الشيء ما كان ما عندنا ما نديرو. هذا الرحيل صعيب شويه البنات، المهم ثلاث ديال البنات. المهم انايا غندير لهم غير هكا، هما الصراحه الا بغيتي تخليهم هكا كبار هكا، ولكن ما عرفتش الطريقه كيفاش باش تبقى لك الكرتونه بحال هكا كبيره بزاف. ها انتم دابا كديروا لها بحال هكذا 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 البنات، حسهاش هكذا الا بغيتوها كبيره. ها انتم اري اميره السكوتش، اري السكوتش هكذا البنات الا بغيتو تخلوها كبيره، ما انتش عندها غير الكسوه. الا بغيتو ديروها صغر من هكا راه كطوها بحال الطريقه الاخرى. دابا هذا الشيء فيه غير الحوايج البنات، هانتوما كما كتشوفوا. صافي هذا الشيء اللي كاين، الغزالات ما عندنا كما خلا لك، ما عندنا ما نديرو، ما كاين عوين، ما كاين ما كاين والو. واخا زعما الصراحه صحاباتي قالوا لي نجي نعاونوك، قلت لهم ما تمحنوش راسكم، لان البنات اصلا ما كاينش عندي شي حاجه، عندي غير الشرا وداكشي اللي في الماريو، غنجمعهم وغندير واحد 3 ايام 4 ايام وصافي. انا صافي صافي كيف ما كتشوفوا، نكسيو هذا الشيء مزيان بحال هكا. صافي هذا ما كان البنات، هانتوما هنعاودو على راسكم، طلعتكم فراسكم قج 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 بالسكوت. صافي هادشي لي كاين. دابا البنات غنعطيها الكرتونه غتجبد، قالتلك بغيت نجبد دابا حتى زيدي على بركة الله، حسن كاع تا من داك الحد. هاهو تصايب هنايا، هاهي الكرتونه كبيرة تبارك الله ما شاء الله، راه ما تجمع فيها. واخا هي كلشي عندها صغير، دابا راه هي علاش باغا تجبد حيت كلشي صغير، كلشي غدير هاكي. شدي طوي هادوك اللي لهيها وقادي، وانا غنجمع هادو اللي هنايا. المهم الغزالات ديالي كيف كنقول لكم، او جاني تعس ويلي حي عليا، ويلي حي عليا وعلى حداكتي اسمي جا الناس وهي باقا مشقلبه.
كاك شوف بنتي دخلات في الكارطونه سدات عليا. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا بنات مشيو فيه اليوم الروينه والنشاط الروينه، وخاصو يكون النشاط ما يطلعش لكم الدم ياك. انا راحي ليا كان اي حاجه بنادم هو اللي خاصو يكون ناشط ماشط باس. عاونيني بقاي تما واحله خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا انا ساليت من البيت ديك الطبقه ديالي اللي كنت باغا نصايبها، كانوا فيها شي حوايج شي تخربيق حيدتهم، وخليت بنتي بطات الطبقه ديالها كلها كتضارب معاها. وانا البنات جيت هنايا الكوزينه للاسف الشديد ما جبتش الجورنالات، كنت شحال مره كنلقاهم ما كنجيبهمش. غادي نشوف دابا كي غادي ندير وغادي نجمع. غنبدا بعدا بهذا البلاكار، هذا البلاكار هذا البنات اللي فيه داكشي ديال الضياف، فيه داك فدوك الطباصات، فيه داك التخربيق كامل، هادشي كله غادي يتحيد. غادي نديرو فيه هادشي اللي كنت شريت من اكسيون، فيه بزاف ديال اللعيبات البنات، هادشي كله غنحيدو. غنحيد كلشي، غنخلي ليا غير العطور، غنخلي ليا غير شي عطريه باش كنخدم، وغنخلي ليا داك الماكولات اللي كنقضي بهم، وغن داكشي داكشي ديال الماء، داكشي اللي ما كيتحتاش وغير محطوط. غادي نديرو دابا البنات في الكرطونه. ها الكرطونه دابا صايبت، ها هي دابا غادي نبدا عاوتاني نجمع على بركه الله. وخليكم معايا البنات وما تمشيو فينا العفريتات. المهم الغزالات ديالي هانتوما كما كتشوفوا، انا كنجمع هنايا وكنجبد في المعن، وكنقول لا راه ما بقى ليا والو. شوف شوف بقاو تصبروا راسكم، نقولوا لا ما بقى والو، كنقول راحي للساهل الصراحه ما نكذبوش على الله باش نبردوا على خاطر. كما كتشوفوا هادو هما الاواني، هادو هما التخربيق. مازال عاد غنجبد شي حويجات من هنا البنات، غنجبد واحد الصينيه، وداك الشيء اللي ما بقى السيمانه الاخرى ان شاء الله عاد غادي نجمع ديال بصح داك الشيء اللي بقى. عندي هنايا شي حوايج هنايا في ماكينه نتاع المواعن، حتى هي غنحيد داكشي اللي ما كنستعملش، كاع الحاجه اللي عندي منها فرده فرده. كتعرفوا حنا المغاربه كتهرس لك الحاجه وكتربي لك بدا على الحاجه اخرى. كيبقى لك الكاس بهذا الشكل والطبسين بهذا الشكل، اللهم هذاك الشيء كله باغي غنرميه في الزبل. كاع اللي عندي وحده 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 من الحاجه اللي عندي منها جوج وحده جوج وحده، كلشي الزبل يطرما في هذا. ومن بعد البنات غنبقى نشري شويه بشويه شويه بشويه، نشري معيس قادين تيولين نصايبين داكشي ديال الضياف، داكشي ديال التاويل. ان شاء الله كلشي غنشاركو معكم باذن الله، كلشي 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 رحيلي من البدايه حتى نهز قلو عيون ونمشي للدار الاخرى. المهم الغزالات ديالي هذا الشيء هذا غادي نشوف، غادي نلوي غير فدوك الحويجات هادو بحال ديال بنتي اللي صغارو عليا، غنلوهم غير فوسط الحوايج من الاحسن من الاحسن. قلت حتى الجورنالات يقدو الحوايج يتقرقبو، يقدو اللهم الحوايج بعدا غيتفيكساو. غنلويهم غنديرهم في حوايج بنتي، في تريكو في السروال، وغنبقى نلوي 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 باش داكشي يتفيكساو ويتجمع مع بعضياته، داكشي اللي بغينا باش حتى حاجه ما تهرس. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا تشريهم، كيبقى داكشي كله يتقرقب. اللهم اختي نديرهم نديرهم هكا في تريكو، نبقى نحشي حاجه، غندير مثلا جوج طباصل وغنطوي عليهم وغندير عاوتاني جوج طباصل. هذه راه فكره زوينه البنات، حسن كاع من داك الجورنال وداك الكوارت وداك الشيء. هانتوما هكذا، ولا عمركم ما شفتوها، انا راه وريتها لكم لالا اسماء. هانتوما البنات حنا كنشوفوا الحل اللي البنات ما يتهبسوش لينا فيه الماعن. باقي عندي هنا شحال من حاجه، باقي عندي هنايا راه ان شاء الله انا كنجبد شويه بشويه، كل حاجه فين حاشيه. ما عندي الكوزينه البنات صغيره، والله هاد الماكينه هادي ديال الماء ما كنغسلش فيها، حاشي فيها قجاقلي. المهم البنات هذا هو هنا، هذا المهم البنات هانتوما هانتوما البنات الشكل هذا. هانتوما التريكو غنردو طيه هنايا في الاخرين البنات ما عرفت فين درتهم. المهم البنات هادشي فيه الروينه، والله العظيم الله يعز المغرب، وكان المغرب تجيبي خدامه ولا جوج خدامات يرحلوا ليك الدار. والله العظيم المغرب راه زوين 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 بزاف حسن، والله العظيم كتبغي تبغي هكا مثلا شي وحده تجي تخدم لك الشغل، تجبد لك تحت السدادر، تقلع عليك كاع، تحك لك الحيوط، تحك لك. راه المغرب ما كاينش بحال، والله اللي في المغرب يحمد ربي ويشكرو ويبوس يديه ويبوس رجليه. والله ايوا هادشي اللي كاين ان شاء الله. غدا عاوتاني غتجي صاحبتي حتى هي ان شاء الله غادي تعاونني في الرحيل، غتجي عندي في العشيه عاوتاني ندير لخواتي تعاود فيديو واحد اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما البنات هذه هي الفكره اللي بغيت نقول لكم على الغزالات ديالي، هكذا الشيء كتجي بحال شي كادو مجموع. هانتوما البنات هانتوما شوفوا هكذا لمتها مزيان، وغادي نحطها دابا في الكرطونه
بسم الله نقلب هذه بحال هكا هانتوما هكا باش هالشي تفيكسا ليا مزيان. هانتوما البنات عندكم بحال هادو هادو الصراحة راه حتى الجورنال كيعاون. هذا هو كان الجورنال غنديرو هنا ولكن ما عنديش انا الوقت باش نبقى نجيب الجورنال ونجيب. المهم البنات ما عليناش غنوريكم حتى الكرتونه من الداخل كي درت نظم داكشي البنات باش تستافدوا. شوفوا البنات بحال دابا الطباسل ما عندك شي كامل اللي كتخافي تخشخي تهرس من الاحسن ديريهم في تريكوات ديرهم شي حاجه غليظه اللي ما تعاوديش زعما تلبسيها. وهادو هنايا حشيتهم هنا دوك الزليفات قنتهم ليه باش ما يتحركوش. هادوك اللعيبات درتهم ليه داكشي الكرتون كله حشيتو تما البنات لتحت وقاديتو. هادو دوك الكويسات داك الكاس رديتو الكرتون لان الكرتون تو ما رميتهاش. المهم هادشي كله البنات كله يجي مقاد بحال هكا باش داكشي كيمشي مقاد ومصايب. المهم الغزالات ديالي راه كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنصايب هنا كنقاد غادي نشوف مازال غنجبد بزاف د الحوايج مازال غنجبد بزاف ديال التكجكيج عليا. غادي نصايب داكشي غير بشويه عليا وكلشي كلشي كلشي والله كما كان راجلي كل ما كانش راجلي ناعس وكنت طلقت الشعبي شويه نشطح وشويه نقد شويه نشطح شويه نقد. بنادم ما يتستريساش ما يعصبش راسو حيت داكشي فيك فيك تعصبتي راه ما غاديش زعما الا تعصبتي غيخرج ليك غيخرج ليك شي واحد من البراد ويقول لك شوبيك لوبيك انا بين ايديك شنو بغيتي بغيتي تشي تجمعيه كله. فيك فيك والله ما تعصبي ما حتى حاجه اضحكي ونشطي وضربي لك شي تحزيمه منها تشطحي ودردكي ومنها تجمعي انا راه هكا كندير البنات. كون عندي الشقه كتكون عندي الروينه كنشعل بابا ديك الشعبي ونشعل التلفازه وشويه ندردك شويه كتلقيني كنشطح شويه كتلقيني كنزغرد حتى كنسالي كلشي. المهم الغزالات شنو نقول لكم انا الكوزينه الصراحه ما عنديش فيها بزاف د الحوايج يعني ما كنتش كنشري وما كانش عندي فين ندير. كنت داك الشيء اللي شريت هو هذا اللي كنت وريتكم مؤخرا صافي ومع كان كلشي عاوتاني مسدود كان كلشي ما عندكش منين تشري منين ديري. دابا انا البنات اش غندير دابا هاد الكرتونه هذه هنا اللي عمرت غنحبس وغنجلس وغندردك على هاد الماكينه ديال الموان غنحيد منها داك الشيء كله داك الشيء كامل الزبالون اللي ما يتحتاش كله غنديرو في ميكا ونهبط راجلي غير ما يهز الزبل. صافي هادشي البنات اللي بغيت نقول لكم هادشي اللي بغيت نوريكم. بنتي حتى هي راه كتجمع غنمشي نطلع البنات على بنياتي هانتوما معايا نطلع على بناتي نشوفهم واش كيديروا. بنتي نعسات مسكينه بنتي البنات نعسات هانتوما نقص شويه من التلفازه. صافي الغزالات ديالي شوفوا هانتوما واخا تعياو تجمعوا في الطبلات هي والو ما داكشي ما كيتجمعش. المهم الغزالات ديالي نخليكم حتى فيديو جديد ان شاء الله. وانا كيف ما كنقول لكم ديما انا راه غندير معكم هذاك الشيء ما بغيتش نطول لكم الفيديو غيجيكم ممل غادي يجيكم داك الشيء فشي شكل. اللهم قلت غادي نصايب لكم غنعطيكم افكار غنعطيكم معلومات غنوريكم داك الشيء اللي كندير انا يعني داك الشيء بالمختصر يعني ما كاينش لاش بنادم يطول. الجميع راه ما كيساليش غنبقى نجمع 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 حتى غنسخف. المهم الغزالات ديالي كيف ما كنقول لكم ديما نتمنى ان الفيديو كيعجبكم نتمنى نكون كنعطيكم افكار زوينه نتمنى نكون كنفوج عليكم كيف ما كتقولوا ليا. الا كنتوا باغيين شي حاجه شي موضوع شي حاجه كيف ما كنقول لكم اي فيديو اي حاجه مرحبا على العين والراس البنات والله العظيم. خليكم حتى الفيديو جديد ما تنساوش البنات دعموني تبارطاجيو الفيديوهات ديالي باش تكبر العائله باش يوليو فلوقات زوينين يولي كلشي زوين بحالكم ونموت فيكم والهلا يخطيكم عليا واخا قلال والله العظيم الا فيكم البركه والهلا يخطيكم عليا ومحليكم حتى الفيديو جديد وباي باي عليكم الغزالات.